السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك عزيزي الطالب في حصة ودرس جديد مع معلمتك المعلمة سناء محمود فينو، فأهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بهذه الآية القرآنية العظيمة نبدأ موضوعنا عزيز الطالب. نحن الآن سنغوص معا في موضوع شيق ورائع لنتحدث فيه عن الثروة السمكية في وطننا العربي. نحن الآن عزيز الطالب في زيارة سريعة لسوق الأسماك، أحد أهم أسواق السمك في دولة الإمارات العربية المتحدة. سوق السمك الذي أمامك في مدينة الشارقة، كما ترى عزيز الطالب تنوع واضح في الثروة السمكية في دولة الإمارات. أمامي سمك الهامور. أعلم لقد فتحت شهيتك لتناول الأسماك، هناك المزيد. لاحظ التنوع الواضح في الأسماك. اهتمام الفئة العاملة بهذه الثروة السمكية الكبيرة. الأنواع الأخرى من الأسماك، الحيوانات البحرية المختلفة، الروبيان، الأسماك، كلها تعتبر ثروة سمكية عظيمة نستفيد منها بصورة كبيرة في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات. إذن سنغوص معا عزيز الطالب الآن لنتعرف إلى الثروة السمكية في وطننا العربي. نحن نعلم أننا نعتمد في غذائنا على مصدرين رئيسيين. المصدر الأول يمثل المصدر الحيواني، والمصدر الثاني يمثل المصدر النباتي. نحن هنا سنتناول الثروة السمكية كأحد مصادر الغذاء الحيوانية. الوطن العربي يزخر بالكثير من البحار والمحيطات والخلجان، ومنها ما هو كذلك مياه عذبة كالأنهار والبحيرات التي تنتشر بصورة كبيرة في وطننا العربي. وهذا ساهم عزيز الطالب بتنوع واضح في الثروة السمكية وأنواعها في هذا الوطن العزيز. الخريطة التي أمامك عزيز الطالب توضح مناطق استخراج الثروة السمكية في الوطن العربي. هناك العديد من البحار والمحيطات، نبدأها بالمحيط الأطلسي كما ترى عزيز الطالب. البحر المتوسط، الخليج العربي، خليج عمان، والمحيط الهندي، أحد أهم مصادر الثروة السمكية في الوطن العربي. الآن نلاحظ معا عزيزي الطالب الجدول الذي يوضح إنتاج الأسماك في الوطن العربي. سنقارن عملية إنتاج الأسماك في الوطن العربي ما بين عامي 2007 و2008. لو أخذنا على سبيل المثال دولة الإمارات، نلاحظ أن هناك تراجع واضح في كمية إنتاج الأسماك من 90,000 طن إلى 87.9 طن. الأردن تزايد بسيط من 8.4 طن إلى 9.4 طن، وهذا طبعا يعود إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ليست غنية بمصادر للثروة السمكية كما هي بقية أقطار الوطن العربي. البحرين هناك تزايد من 15 إلى 15.3 طن. تونس من 105.1 إلى 112، هناك تزايد واضح في إنتاجها من الأسماك. نأخذ على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، هناك تزايد واضح من 91,000 طن إلى 93,000 طن. لو أخذنا للأسف السودان، هناك تناقص من 68 إلى 64.4 طن. الصومال هناك ثبات، ليس هناك تزايد أو تناقص في إنتاج الأسماك ما بين هذان العامان. قطر هناك تزايد ملحوظ من 15.2 إلى 18,000 طن. ليبيا من 20 إلى 25.4 طن.
إذا نلاحظ عزيزي الطالب أن بعض الدول العربية تمتعت بتزايد في إنتاج الأسماك، ولكن بعضا منها قد للأسف تراجع في إنتاج هذه الثروة السمكية. تلاحظ أن مجموع الدول العربية من إنتاج الأسماك بصورة كاملة بلغ 3,396,100,000 طن، وارتفع في عام 2008 إلى 3,612,500. إذن عزيزي الطالب، فلنرتب الدول العربية التي تصدرت إنتاج الوطن العربي من الأسماك. في المرتبة الأولى جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، موريتانيا، اليمن، والجزائر. الآن لاحظنا عزيزي الطالب إذن أن هناك تباين واضح في إنتاج الأسماك في أقطار الوطن العربي. بما نفسر تصدر هذه الدول العربية بقية الدول العربية في إنتاج الأسماك؟ هناك عدة أسباب. أحد أهم هذه الأسباب عزيزي الطالب أن هناك تنوع واضح في المصايد السمكية، إضافة إلى أن بعض الدول العربية تتمتع بخبرات في الأيدي العاملة في مجال الأسماك، إضافة إلى طول الساحل وكثرة التعرجات. طبعا كثرة التعرجات لها أهمية كبيرة جدا لتمكن الصيادين من عملية الصيد، إضافة إلى الموقع البحري. هناك بعض الدول العربية ذات الإطلالات البحرية على بعض البحار وبعض المحيطات التي ساهمت في زيادة هذا الإنتاج السمكي. الآن نلاحظ أن مصايد المحيط الأطلنطي هي الأكثر إنتاجاً للأسماك، وتمثل أهم مصايد الوطن العربي البحرية. لماذا؟ لماذا تعد مصايد المحيط الأطلنطي أو المحيط الأطلسي أهم مصايد الوطن العربي البحرية؟ لاحظ معي، أحد أهم هذه الأسباب التقاء التيارات البحرية، فتلتقي فيها تيار كناري البارد مع تيار الخليج الدافئ. وكما درست عزيزي الطالب في الصفوف السابقة أن مناطق التقاء التيارات البحرية هي مناطق تزخر بكميات كبيرة من غذاء الأسماك، وهذا يجعلها أحد أهم الأسباب التي تجذب كميات كبيرة من الأسماك إلى هذه المناطق. كذلك نلاحظ أن مياه الأطلنطي مياه دافئة، كذلك سواحله كثيرة وطويلة وتعرجاتها كذلك كثيرة. الخريطة التي أمامك الآن عزيزي الطالب تثبت لي هذه الفكرة. أنا الآن أمامي تيار كناري البارد وتيار الخليج الدافئ. منطقة التقاء هذان التياران تمثل منطقة غنية بغذاء الأسماك، وهذا يمثل أحد أهم الأسباب كما ذكرنا قبل قليل لجذب الثروة السمكية. طبعا هذا بالنسبة لوطننا العربي. بقية دول العالم في أي منطقة يكون فيها التقاء لتيار بحري بارد مع دافئ هي منطقة غنية بالأسماك. إذن فلنستفد عزيز الطالب من هذه الخريطة لأنها ستعزز وبصورة كبيرة هذه المعلومة. فلنلاحظ الآن عزيز الطالب نسب الإنتاج السمكي في الوطن العربي حسب الأقاليم الجغرافية للعام 2008. الرسم البياني المجاور يوضح كل من إقليم المحيط الأطلنطي والبحر الأحمر والمحيط الهندي، الخليج العربي وبحر العرب، وإقليم البحر المتوسط. تأمل الرسم البياني عزيزي الطالب، ستلاحظ أن إقليم المحيط الأطلنطي وكما ذكرنا قبل قليل يستأثر ب 42% من الإنتاج السمكي في الوطن العربي، يليه إقليم البحر المتوسط بنسبة 36%، في المركز الثالث إقليم الخليج العربي وبحر العرب بنسبة تصل إلى 19%، أما أقلها فهو إقليم البحر الأحمر والمحيط الهندي بنسبة 3%. نعود مرة ثانية ونذكر أن أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة الإنتاج السمكي في إقليم المحيط الأطلنطي منطقة التقاء التيارات البحرية ودفء المياه وطول الساحل. الآن نلاحظ عزيزي الطالب أن بالرغم من أن هناك العديد من المسطحات المائية في الوطن العربي، إلا أن نسبة إنتاج الأسماك فيه لم تتجاوز 2.1% من الإنتاج العالمي، وهذا يعني أن الإنتاج السمكي بالنسبة للعالم في الوطن العربي هو إنتاج ضئيل. بما نفسر ضآلة الإنتاج السمكي عزيزي الطالب في الوطن العربي؟
هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ضآلة في هذا الإنتاج. أحد أهم هذه الأسباب والتي فعلاً نلاحظها هنا في دولة الإمارات أن هناك استخدام للأساليب والمعدات البدائية في الصيد. لو توجهت إلى موانئ إمارة الشارقة ومناطق تجمع الصيادين ستلاحظ أننا نستخدم الشباك البدائية في كثير من الأحيان والمراكب الصغيرة لصيد الأسماك، وكل هذا يؤدي إلى محدودية في صيد الأسماك وإنتاجه. كذلك نلاحظ أن هناك تدني في الكفاءة الإنتاجية للمصايد الطبيعية، إضافة إلى أن هناك زيادة في معدلات الصيد عن مستوى الاستغلال الأمثل مما يؤدي إلى الاستنزاف. لاحظ عزيزي الطالب أن هناك مواسم محددة لصيد الأسماك، وهذا يهدف بصورة رئيسية إلى المحافظة على الثروة السمكية من جهة والزيادة في إنتاج الأسماك من جهة أخرى. كيف ذلك؟ عندما يكون هناك مواسم ملائمة لصيد الأسماك بالتأكيد ستكون مواسم غير موسم تكاثر الأسماك، وبهذه الطريقة نحافظ على هذه الثروة السمكية. عقب ذلك تكون عملية صيد الأسماك وإنتاج الأسماك شيء بغاية بالسهولة، وبالتالي تكون كمية الإنتاج كبيرة. كذلك نلاحظ أن هناك نقص في الخبرات والكوادر الفنية العربية العاملة في مجال الصيد. للأسف نلاحظ أن هناك ابتعاد عن حرفة الصيد في الوقت الحاضر في معظم مناطق الوطن العربي، وتوجه نحو الحرف الأخرى خاصة الحرف التجارية والعقارات وغير ذلك، علما بأن حرفة الصيد حرفة لها من الأهمية الشيء الكبير. إضافة للأسف إلى تلوث المياه العربية الناتج عن التوسع الصناعي والعمراني. كذلك نستطيع أن نضيف عزيزي الطالب أن هناك يعني في كثير من الحالات ردم للمسطحات المائية. ردم المسطحات المائية أي محاولة تحويلها إلى أراضي يابسة، وهذا طبعا بدوره يا عزيز الطالب يؤدي إلى الإقلال من المسطحات المائية التي نستطيع الاستفادة منها في هذه الثروة السمكية. إضافة إلى قلة مراكز البحوث والدراسات المائية والسمكية وصيد الأسماك كما ذكرنا قبل قليل في مواسم التكاثر، هذا سيؤدي في الفعل إلى استنزاف في هذه الثروة السمكية. عزيزي الطالب، نحن لا نهدف إلى استنزاف الثروة السمكية، نحن نهدف إلى زيادة الإنتاج لكن بطريقة صحيحة. نقوم بصيد الأسماك في مواسم معينة ونبتعد دائما عن مواسم التكاثر لنحافظ على هذه الثروة العظيمة. هل يمكن تنمية قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي؟ بالتأكيد، من خلال الاهتمام برفع كفاءة المصايد الطبيعية والمستزرعة خاصة في الدول العربية التي تتوافر فيها المسطحات المائية العذبة كالسودان ومصر سوريا والعراق، طبعا هذه الدول التي تكثر فيها الأنهار. وبهذه الطريقة عزيز الطالب نستفيد من هذه الثروة السمكية في الأنهار، إضافة إلى الدول العربية التي توجد فيها المصايد البحرية كالكويت وليبيا والبحرين. من المهم عزيز الطالب أن يكون هناك تنسيق مستمر بين الدول العربية في مجال توحيد القوانين ذات العلاقة بحماية المخزون السمكي. طبعا من خلال التنسيق المتواصل يكون هناك دراسة متأنية لكمية إنتاج الأسماك والكميات المتوافرة من الأسماك، وهذه الطريقة عزيز الطالب تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية من جهة وزيادة الإنتاج السمكي من جهة أخرى. كذلك نشجع الاستثمار العربي في مجال الاستغلال الاقتصادي للثروة السمكية. ليس من الضرورة أن يكون التوجه لأي قطاع غير قطاع الأسماك، من المهم عزيز الطالب أن نوجه، وأنت في المستقبل عزيز الطالب قد تكون أحد المستثمرين في قطاع الأسماك، فأشجعك عزيز الطالب لأننا في دولة غنية جدا بالأسماك. كذلك من المهم تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمشروعات الصيد ومشروعات الاستزراع السمكي ومحطات الأبحاث التطبيقية. هنا يشغلني عزيز الطالب، في أثناء زيارتي لسوق الأسماك في إمارة الشارقة أعجبني أن هناك جمعية لصيادي الأسماك تماما في سوق السمك للخلف، في عندي جمعية لصيادي الأسماك، كانت جمعية رائعة فعلا، نفس الأسماك الموجودة ومنتشرة في سوق السمك إلا أنها بأسعار ثابتة وبمواصفات راقية جدا ونظافة ملائمة لعملية شراء الأسماك، فعلا استهوتني وصدقا اشتريت من هذه الجمعية وآثرتها على أن أشتري من بقية مناطق الأسماك.
إضافة طبعا عزيز الطالب إلى إصدار قوانين لحماية المياه العربية من التلوث. نحن هنا عزيز الطالب نؤكد على ضرورة المحافظة على المياه من التلوث. نحن نعلم أننا نعاني من تلوث بيئي واضح، وتلوث المياه هي أحد أشكال التلوث البيئي. أحد وسائلنا للمحافظة على المياه عزيز الطالب أن نقوم بتغريم كل من يقوم بتلويث هذه المياه، إلا في حالات الحروب لا قدر الله، عندما تلوث بفعل هذه الحروب فهذا يعني شيء يعود إلى دولنا وليس لنا نحن كأفراد. ما هي الجهود التي تبذلها دولتنا العزيزة لتنمية ثروتها وإنتاجها من الأسماك؟ نحن في دولة الإمارات عزيز الطالب دائما نسعى نحو الأفضل، وهذا شعار شيوخنا الأعزاء في هذه الدولة، سواء كان الشيخ زايد رحمه الله، الشيخ خليفة أدامه الله، الشيخ سلطان أكرمه الله، كلهم يسعون إلى تحقيق الأفضل لهذه الدولة العزيزة. فنلاحظ أننا قمنا بالعديد من الوسائل لمحاولة تنمية الثروة السمكية في دولة الإمارات. أحد أهم هذه الوسائل ونؤكدها دائما منع صيد الأسماك في مواسم التكاثر، وهناك غرامات مالية تفرض على كل من يقوم بمحاولة الصيد في موسم التكاثر. إنشاء مراكز البحوث المائية والسمكية كلها تساهم في زيادة كمية هذه الأسماك. من المهم منع استخدام الشباك ذات الفتحات الضيقة، كذلك تدريب وتأهيل العاملين على استخدام الآلات الحديثة. عزيز الطالب، الفكرة ليست دائما بأن أقوم باستيراد أو بتصنيع آلات حديثة، الفكرة تقوم على طريقة استخدام هذه الآلات الحديثة بحيث أن أحقق أكبر فائدة ممكنة من هذه الآلات، وهذا طبعا سيساهم في المحافظة على الثروة السمكية وزيادة الإنتاج. من المهم كذلك الدعم الحكومي لمشاريع الإنتاج السمكي. فنلاحظ مثلا كما ذكرت قبل قليل جمعية صيادي الأسماك هي بدعم من الحكومة، وطبعا كل ذلك يساهم في زيادة الثروة السمكية والاهتمام بها في هذه الدولة. ارتأيت عزيز الطالب أن أقوم بتحضير رافد إثرائي حول الثروة السمكية في دولة الإمارات. نقرأه معا. نلاحظ أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الثروة السمكية من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة. نحن دولة ساحلية نعتمد بصورة رئيسية على الأسماك، تعتبر مصدر هام للغذاء البروتيني بالتأكيد، ومصدر لرزق الكثير من أبناء هذا البلد. لذلك عزيز الطالب من المهم أن نحافظ على المخزون الطبيعي للأسماك بحيث أن نكون على علم ودراية بصورة دائمة حول كل ما يتمتع به هذا المخزون وآلية المحافظة عليه. أخيرا عزيز الطالب، حدد الدول العربية الخمس الأولى في الإنتاج السمكي. لاحظ معي على الخريطة: مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن والجزائر. أتمنى عزيزي الطالب أن أكون قد حققت ولو جزء بسيط من الفائدة وأضفتها إلى معلوماتك. مع تحيات معلمتك سناء فينو.